المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة الشوط العاشر الذي تعلن فيه الانطلاقة عن هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة والحاضرة في أرضية ميدان المرموم، تتواصل في انطلاقتها وتتواصل في تحديها وثارتها الذي تأتي في هذا المساء وفي هذا الانطلاق. انطلق الشوط العاشر ليحمل الأبكار المهجنات الأصائل في 8 كيلومترات، وتتواصل شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من أرضية الميدان الذكي في المرموم لتنطلق هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاق. انطلقنا مع مسار الشوط وهجن العاصفة، هجن العاصفة مسيطرة بثلاثية جميلة ورائعة من البداية أو أكثر من ذلك، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق الجميل وهذا الاندفاع الشيق الذي يحمل ميدان المرموم كل ما هو رائع. المركز الأول والثاني الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة سيطرا يتقدما على مقدمة الشوط. يحمل لنا شعار هجن العاصفة يقود في التضمير غياث الهلالي على المركز الأول والثاني، بينما المركز الثالث وهذه الهبيبة تأتي في المركز الثالث لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الانهيان، يضمرها أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي يتولى عملية التضمير، بينما المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة وكذلك في تضمير غيات الهلالي. أما المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، المركز الخامس هذه حلوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سهيل بن مبارك بن مرخان اللي يضمر حلوة ويقدمها على المركز الخامس. المركز السادس هجن زعبيل من الجانب الآخر، الشاهينية يتولى تضميرها راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في المركز السادس. أما المركز السابع والثامن كذلك الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة وإدارة وتضمير غياث الهلالي. المركز التاسع تاسع المراكز وهذه المايدية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير، والمركز العاشر اللي وصلت له في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق هذه الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي يضمرها. هذه النتيجة هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى التي تسير بهذا الانطلاق. نكون أكملنا لكم النداء للعشر المراكز في هذا المسار وهذه الأمسية في هذه الانطلاقات. أول إذاعتنا للعشر، أول ندانا للعشر. نعود مرة ثانية للمراكز الأولى والشاهينية على رأس الحربة وهي تسيطر سيطرة كاملة وسيطرة تامة على المقدمة، تحمل شعار هجن العاصفة وتضمير غياث الهلالي وهي في المركز الأول مسيطرة، بينما تليها في المركز الثاني الهبيبة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان وأحمد بن خلفان بالصايق المزروعي من أحد الشباب المضمرين المتابعين دائما لهذا الشعار بمشاركاته وانجازاته الجميله. بينما المركز الثالث وهذه الثالثه الشاهينيه ايضا من هجن العاصفه تتقدم على المركز الثالث وياتي غيات الهلالي في عمليه التضمير. المركز الرابع هذه ايضا الشاهينيه من هجن العاصفه يضمرها غيات الهلالي على رابع المراكز. هجن زعبيل تقدم شاهينية كذلك أخرى في هذه المؤسسة العملاقة، المتألق راشد بن محمد بن مروشد يضمرها المركز وهي في المركز الخامس. السادس الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي المركز السابع، وهذه من وصلت أفراح في المركز السابع تعود ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع
تتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن هذه الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، المركز التاسع هذه اللي هي حلوة لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سهيل بن مبارك بن مرخان، والمركز العاشر لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى في مسار الشوط وتحدياته وانطلاقاته، ولا زالت الشاهينية تسيطر على عرش المقدمة، تقود هذا المسار وتندفع بالمركز الأول في هذا الانطلاق الجميل. الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، بينما المركز الثاني الهبيبة، الهبيبة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان تاتي في المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة تتقدم، بينما المركز الرابع أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. أما المركز الخامس فتاتينا فيه الشاهينية من هجن العاصفة على المركز الخامس، والمركز السادس الشاهينية من هجن زعبيل في سادس المراكز. المركز السابع هذه لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثامن هجن العاصفة، والمركز التاسع كذلك هجن العاصفة، والمركز العاشر هذه العاشرة اللي هي المايدية لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة وهكذا الانطلاق في هذا المساء وفي هذا الاندفاع الجميل والقوي على أرضية هذا الميدان. نسير مع هذا الشوط، نسير مع التحديات والأثارة الحاضرة في أرضية ميدان المرموم. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، في شوطنا العاشر هذه الأسماء حاضرة وهذه الانطلاقات حاضرة، غيرت الهبيبة إلى مقدمة الشوط، غيرت من سمعة الزقرة وازمت في الخالي يديها، وهذه الهبيبة، الهبيبة لاسم الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان شعار هجن التراث وانطلاقتها وشعار التراث والانطلاقات الجميلة في عالم الأصائل الذي يقدم هذه التحديات. وأيضا يأتي أحمد بخلفان الصايغ المزروع المضمر المتابع المركز في مسار الشوط في هذا الانطلاق مع الهبيب اللي في المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وطارش بن مبارك بالقوبع أبو بطي، يا الله يا سلام. المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها أيضا غياث الهلالي في رابع المراكز. الشاهينية في المركز الخامس تحمل شعار هجن زعبيل ويضمرها راشد بن محمد بن مروشد. الشاهينية في المركز السادس من هجن العاصفة، هذه الست المراكز الأولى المتقدمة، وهجن العاصفة كذلك تقدم شواهين أخرى قادمة على الميدان وقادمة على التنافس من الخلف، ولكن هناك نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول في هذا التحدي وفي هذه الأثارة.
التحدي حاضر، الأثارة حاضرة كذلك في ميدان المرموم، تحفة الميادين بهذه الأسماء بهذه الشعارات الجميلة والعملاقة. نسير مع المركز الأول الهبيبة، لا زالت الهبيبة بالمقدمة لاسمه شيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بصايق المزروعي اللي يضمر الهبيبة ويتابعها، بينما هجن زعبيل غيرت، هجن زعبيل بدلت، بدأت الأمور بدأت تتغير من عمق الميدان، بدأت تنطلق إلى المقدمة ل 1200 لوحة الإعلان، 1200 عن خط النهاية، وبدت الأمور. شوف الأصائل كلها تغيرت، كلها رقصت. هجن زعبيل على المركز الأول، الشاهينية راشد بن محمد بن مروشد. هجن العاصفة في المركز الثاني، الشاهينية وغياث الهلالي يقدم هجن العاصفة كذلك، وانطلاقاتها في هذا المسار وفي هذا المساء وفي هذا اللقاء الجميل. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف 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 هذه الانطلاقات، شوف الثلاثية الجميلة. والشاهينية لهجن زعبيل هي المسيطرة على مقدمة الشوط، وهجن العاصفة من الجانب الآخر على شاشة التلفزيون، شاشة دبي ريسنج. شوف التنافس وشوف الأثار، ولكن بدون أوامر، ما صدرت الأوامر والأمتار قربت. قربت الأمور وخط النهاية يحتضن الشاهينية، الشاهينية من هجن زعبيل. الظاهر أنها خلاص خلاص قفلت على مسار الشوط، انطلقت في الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر والأربعمائة متر الأخيرة. تهانينا لهجن زعبيل في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة في هذه الانطلاقات وهذا المسار. هجن زعبيل تهانينا، والناموس على هذا الفوز. تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز، وشكرا شكرا 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 المتألق راشد بن محمد بن مروشد الذي قدم الشاهينية في هذا الشوط ولحظات وصولها واقترابها من خط النهاية. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة، والمركز الثالث أيضا هجن العاصفة، بينما المركز الرابع بنشوف وصول المركز الرابع هجن. هذه وصلت الهبيبة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وهجن العاصفة كذلك تأتي في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كانت النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية توقيت هذا الشوط، وجزئين من الثانية الشاهينية من هجن زعبيل. تهانينا وتهانينا راشد بن محمد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما المركز الثاني 12 دقيقة 44 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهنئة مشاهدينا متابعينا الكرام ل هذه التوقيت الزمني 12 دقيقة و47. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا للجميع. Thank you.